اسلام، عايز تقول ايه في النواحي الايجابيه والنواحي السلبيه برضو بالنسبه للمنتخب المصري؟ بص احنا عندنا مشكله، المشكله دي موجوده من فتره كبيره جدا. حلو. المشكله دي ان احنا مرجعيه المساحه مع اللعيبه المصريين عموما. احنا عندنا مشكله من بعد جيل كابتن حسن شحاته، واحنا خلاص كنا بنلعب الكره كويسه والكل الناس واخده على الكره اللي احنا بنلعبها بالشكل ده. فضلنا كده مع بوب برادلي تقريبا، والراجل حاول يلعب نفس الكوره بس الدفوهات ما ظهرتش، لحد ما رحنا اهم ماتش في تاريخ بوب برادلي مع منتخب مصر اللي هو ماتش منتخب غانا، وانت كان اول مره الراجل هيبدا يقابل كواليتي اعلى منه. ظهر بقى الدفوهات هنا، وظهر ان احنا في حاله جاب كبير قوي بين الجيل التاريخي اللي كان بينتهي بتاع كابتن حسن شحاته وبين الجيل اللي انت المفروض تبدا تبني فيه. هل هي كانت مشكله جاب بين جيلين ولا مشكله ايه بالظبط؟ لا، احنا كانت مشكله جاب في تاسيس نفسه. اللاعب المصري عندنا مشكله كبيره جدا في التاسيس، في عمليه المرجعيه بتاعه المساحه بشكل رهيب جدا. يعني ايه مرجعيه المساحه؟ مرجعيه المساحه احنا عندنا المدافعين بتوعنا ولاعيبه خط النص واي لعيبه عندهم ميول دفاعيه بيتعاملوا بشكل سيء جدا مع التحولات، وكل ما بتدي اللاعب فيه مساحه اكبر عشان يتعامل معاها ويبقى عنده القرار ان يتعامل فيه، الموضوع بيبقى مش كويس خالص. ممتاز. وده شفناه النهارده مع علي جبر. فسره لي النهارده. بالظبط. النهارده علي جبر في حاولات الارتداد الدفاعي كلها، شوف بيتعامل ازاي مع المهاجم، حتى القرار بتاعه في الزاويه اللي هيبدا يضغط فيها على المهاجم كان القرارات سيئه بشكل مش طبيعي. دي حاجه. الحاجه الثانيه اما هيكتور كوبر نفسه هو الموضوع ده، خاصة الدكتور خليفة كنا بنتكلم قبل ما ندخل في قصة ان احنا عندنا في مصر بيهتم بالجسم شوية اكتر من الفنيات في المركز قلب الدفاع، فغالبا اللعيبة اللي بيبقى طوال بيبقى عندهم مشكلة في الترنات ومشكلة انهم بيبقوا بطاء. عشان كده هيكتور كوبر لما جه في الفترة بتاعته كانت فترة الذهبية بتاعت علي جبر وحجازي، الاثنين كانوا نفس البروفايل شوية. حجازي بالنسبة لي اذكى شوية في التمركزات، ولكن هو عنده نفس المشكلة بتاعت علي جبر، كان بطيء. الراجل بدا يعمل كومباكت ونلعب زون ديفنس ونبدا نلعب على التحولات، فما حطش الاثنين مدافعين بتوعي في مواجهه مساحات او ان هم يجروا بقى بالظبط، ما كانش عندهم قرارات ان هو يتعامل مع المساحات دي. صح. فالحاجات دي ما بداتش تظهر. طيب وريني صور بقى، وريني حالات. الصور احنا ما عرفناش نجهز حاجه زي دي، بس الصور الصور في حاجه ثانيه هنتكلم فيها اللي هي حاله البنى نفسها اثناء البيلد اب. انت قلت حاجه مهمه جدا ان احمد سيد زيزو هنفضل بس عند الصوره دي شويه. ماشي. يلا. احمد سيد زيزو عنده مشكله، هل احمد سيد زيزو في الماتشات الكبيره هيبقى موجود ولا لا؟ احنا دلوقتي بدانا نواجه مشكله صلاح وكريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو كان ملهم جدا للناس او اللعيبه كتير جدا، ان هو الراجل لما بدا يفقد قدراته بتاعت اللي هو يبدا يرقص او المراوغات بدات تقل، مع انه الراجل بدا سنه يكبر بدا المدافعين يتعاملوا معاه والمدربين ان هم يضيعوا عليه المساحات ويحطوه في كثافه عدديه، الراجل بدا يتحول اوتوماتيك ان هو خلاص بدا يلعب سترايكر رقم 9 عادي جدا. تمام. وبدا يتحول ان هو سكورر ماشين زي ما احنا شايفين دلوقتي. اعتقد ان الفتره الجايه روي فيتوريا هيبدا يتعامل مع صلاح بنفس المنطق. عشان يبدا يتعامل مع صلاح بنفس المنطق ده ويبدا يديله حريه اكتر، مش هيحصل الا لما يكون موجود لعيب في نص الملعب يقدر يتحول في الوقت بجناح. اللي هو صلاح لجناح اللي هو احمد سيد زيزو. صح. هل احنا عندنا لعيبه تانية تقدر تقوم بالدور ده؟ هو لعيب واحد بس اللي في مصر كلها يقدر يقوم بالدور ده اللي هو امام عاشور. غير كده مفيش، لان احنا عندنا اصلا في مصر هي مشكله التاسيس زي ما قلت لك، احنا عندنا مدربين في قطاعات الناشئين بيلعب وان فورمات واحد 4-2-3-1، الاثنين بتوع نص ملعب ديفندرات عندهم ميول دفاعيه، ما عندهمش اي، ما بيقومش باي كرييشن خالص، فانت بتفتقد في الحته دي اللاعب اللي هو يقدر يقوم بالدور. فانت بتقول لي دلوقتي انه حتى في المباريات الصعبه ممكن يبقى برده محتاج ممكن يبقى زيزو موجود عشان يلعب او امام بقى او امام عاشور، لان انت الفتره اللي جايه وفي لاعب كمان مباشر بس هو لسه بعيد شويه اللي هو محمد شحاته. لعيب طلاع الجيش، لعيب كويس جدا يقدر يقوم بالدور. انا هشوف الحالات دي بسرعه. هات الحالات قبل ما يطلع البريك معلش. ماشي. الحاله اللي فاتت دي احنا كان عندنا مشكله في عمليه بنى الهجمه. بمعنى ايه؟ احنا عندنا مشكله كبيره جدا في الموضوع ان انت الاثنين شبه بعض جدا. تمام. شويه انني وحمدي فتحي، فانت اثناء بنى الهجمه انت محتاج حد يبقى واقف في الدايره، مش موجود حد خالص، لحد ما بدا الراجل يبدا ياخد باله شويه. الصوره اللي بعد كده هيبدا صلاح، هنا صلاح نزل، شوف لما صلاح نزل انت فضيت المساحه هنا لمين؟ محمد هاني طلع فيها، فانت طول ما انت ما عندكش صلاح او ما عندكش حد يبدا ينزل يستلم في المنطقه دي، احنا ما عندنا، هيبقى عندنا مشكله كبيره جدا. أيه. ان احنا نخرج بالكره، خاصه بندي الفرق فرصه انها تكون منظمه بشكل اكبر. ممتاز. لو صلاح فضل على الطرف صدقني الكره مش هتوصل له، خاصه ان احنا ما عندناش زي ما قلت لك لعيب في نص ملعب كرييشن يقدر يقوم بالدور ده. كان وقت كيروش، هو دي مشكلتنا ان احنا ما بنعرفش نطلع الكره بشكل كويس او نبني الكره بشكل. وانا بقول ان في وقت كيروش احنا كان عندنا، بحس ان الراجل كان حاطط بلان دفاعي بس. بعد التحولات احنا بنرمي الكره لصلاح
وصدقني ما عندناش اي باترن خالص عشان نختار قدام خصم. هايل يا اسلام.